إذن بعد أن انهينا المحور الأول اللي تحدثنا فيه عن الحالة الجوية المتوقعة في المملكة انتقلنا إلى المحور الثاني لحلقة الليلة والذي سنناقش فيه مرور 100 يوم من عمر مجلس النواب 18 حيث مضى على انطلاق أعمال هذا المجلس 100 يوم منذ افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني لأعمال الدورة العادية الأولى له. وعقد المجلس خلال 100 يوم الأولى 14 جلسة منها 9 تشريعية، أما الجلسات الرقابية فقد بلغ عددها 5، ناقشت جلستان منها 27 سؤالا نيابيا من أصل 149 سؤالا أجابت عليها الحكومة. نتابع إياكم هذا التقرير ومن ثم نبدأ الحوار. 14 جلسة، 9 منها تشريعية و5 رقابية، 380 سؤالا نيابيا للحكومة و51 مذكرة. هذه حصيرة 100 يوم من عمر مجلس النواب 18. جلسات النواب والتي كان أغلبها تشريعية تضمنت الاستماع لبيان الحكومة التي نالت على أساسه الثقة، كما تضمنت بيان الموازنة العامة وعددا من الجلسات لمناقشته. أما الجلسات الرقابية فناقشت جلستان منها 27 سؤالا نيابيا من أصل 149 سؤالا أجابت عليها الحكومة، وجلسة سرية لمناقشة ما جرى من أحداث إرهابية في محافظة الكرك، وجلسة تضمنت بند ما يستجد من أعمال، وجلسة الأمس التي حاول النواب فيها مناقشة رفع الحكومة للأسعار إلا أنها لم تستمر. وبحسب تقرير نشره الزميل محمد الزيود في صحيفة الرأي، فقد أقر المجلس خلال هذه الفترة من عمره مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة وقانون النقل العام للركاب والقانون المعدل لقانون الأمن العام والقانون المعدل لقانون الصحة العامة وقانون التعامل بالبورصات الأجنبية وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والقانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والقانون المعدل لقانون السياحة وقانون الوثائق الوطنية. ووجه المجلس خلال الفترة 380 سؤالا نيابيا للحكومة أجابت على 149 منها، وبلغ عدد المذكرات النيابية 51 مذكرة أجابت الحكومة على 21 منها، فيما لم يتجاوز عدد الاستجوابات المقدمة للحكومة من النواب 4 استجوابات في مواضيع مختلفة. وقدم المجلس في هذه الدورة حتى الآن 3 مقترحات بقوانين، منها مقترح قانون للعفو العام ومقترح قانون لضبط شغب الملاعب. وفيما يتعلق باللجان الدائمة، ما زال الأداء التشريعي للجان النيابية الدائمة أقل من الطموح، خصوصا في ظل تغيب واضح لأعضاء فيها، علما بأنه قام عدد من اللجان بزيارات لمواقع حكومية للإطلاع على واقع العمل بحسب التقرير. وبحسب استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، فإن 24% من المواطنين فقط يثقون بمجلس النواب، أي أن 76% من المواطنين لا يثقون بالمجلس، وهذا ما يعكسه عدد العرائض المقدمة كشكاوى للمجلس من قبل المواطنين والتي لم يتجاوز عددها 3. البيت التشريعي وبعد 100 يوم يبدو منقسما لفريقين أساسيين، الأول مؤيد للسياسات الحكومية بسبب الظروف المالية الصعبة، والثاني يجد أن الحلول الحكومية يجب أن تكون بعيدة عن جيوب المواطنين ليبقى الأردني حائرا حول أداء ممثليه في المجلس النيابي ومطالبا إياهم بالعمل على إصلاح أحوالهم. نناقش إذن مرور 100 يوم على مجلس النواب 18، ماذا أنجز المجلس وأين أخفق؟ مع ضيوفنا كل من رئيس كتلة وطن النيابية دكتور إبراهيم البدور، أهلا بك، شرفت بحضورك. أهلا وسهلا فيك، شكرا للدعوة. أهلا. والصحفي المتخصص بالشؤون البرلمانية الأستاذ محمد الزيود، أهلا بك، شرفت بحضورك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا. دكتور إبراهيم أبدأ منك، كيف بتقيم أداء المجلس بعد 100 يوم؟ إحنا في العادة كل التقييمات 100 يوم كانت للحكومة، بس هي أول مرة بنقيم 100 يوم من عمر مجلس النواب. بعد 100 يوم كيف بتقيم أداء مجلس النواب؟ والله مجلس النواب 18 مجلس عبارة عن جديد، يعني أنت بتحكي عن 3-4 أشهر حوالي 100 يوم موجودين، أنت بتحكي عن نواب جداد، في عدد كبير من النواب اللي هو حوالي في عنا 74 نائب جديد، حوالي 2/3 مثل مجلس جديد. هذول أعتقد النواب لما يجوا على مكان جديد بدهم يتعلموا، أعتقد لازم يكون في معرفة ولازم يتعلموا على الأمور، كيف بدهم يصير في أسئلة نيابية، كيف بتصير في نقاشات، كيف الأحداث بدها تصير، كيف النقاش بده يصير. فلذلك أنا كنت بنصح من البداية أول ما جيت، وأنا سويت لحالي أول ما فت على المجلس رحت جبت
الأشياء الرئيسية اللي هنا مع محمد اللي هو بالنسبة للدستور والنظام الداخلي. إحنا عندنا تحت القبة الأعراف والأسلوب بالنسبة للتخاطب وكل إشي موجود بحكمنا هم عبارة عن نصين، نص الدستور ونص النظام الداخلي. فهذا بصراحة أنا عبارة عن قراءتهم، وأعتقد إنه في مجموعة معينة من النواب قروهم، في مجموعة ما بعرف قروهم ولا لا، يعني هذول الأشياء اللي ممكن عليهم اللي يصير في حوار عليهم. زي ما بنحكي إحنا في عنا كمان مجموعة من النواب حوالي يمكن نحكي 50-55 نائب من النواب السابقين، هذول عندهم خبرة في المجلس، ولكن إحنا خلال 100 يوم أعتقد إنه ممكن عبارة عن تقييم أحداث معينة، ممكن تقديم يعني عبارة عن نقاط معينة. طبعا خلال 100 يوم صار في أحداث أعتقد مهمة، أهم حدث صار عندنا حدث أحداث مثل الكرك اللي كانت فيها، كان حدث عام وكان حدث مهم جدا على مستوى الأردن كله، وكان عندنا إحنا المشكلة اللي هي كانت مشكلة يعني أمنية. احنا العادي ترى عندنا في الاردن احنا بشكل عام مشكلتنا انا من وجهه عباره عن نظري مشكله اقتصاديه بحته، احنا في الاردن ترى ما عندنا مشكله سياسيه بشكل عام، يعني اعتقد الكل متفق على جلاله مثل الملك، هاي نقطه اولى. بس المشكله عندنا بالبلد مشكله اقتصاديه بحته، ولكن اللي صار عندنا احداث الكرك صار عندنا بدي اسميه يعني مشكلة أمنية صارت، وأعتقد طيب. إنه الأسباب السياسية ممكن لا سمح الله تؤدي لإشي في المستقبل. قد يعني قديش بتقيم، قديش أنت راضي عن أداء المجلس في 100 يوم؟ نسبة نسبي؟ يعني ممكن 60%. 60%. أسمع وجه نظرك أستاذ محمد، يعني المجلس أداؤه جيد بنسبة 60% بحسب وجه نظر الدكتور، والمجلس جديد وفي 74 نائب جداد ولسه يعني بدهم شوي. يعني مجلس النواب يفترض أنه مثل ما ذكره 56 نائب قديم من مجالس نيابية قديمة و 74 جداد. ال 74 جداد يفترض أنهم يتعلموا من تجارب غيرهم، من يتعلم من كيس غيره أحسن من يتعلم من كيسه. يعني كل الأردنيين بيعرفوا نقاط ضعف المجالس النيابية، وهي أن هذه المجالس تدخل في عباءة الحكومة منذ اليوم الأول، فتصبح مشكلة المجالس أنها لا تستطيع أن يعني تكبح جماح أي قرار يمس حياة المواطنين. المجلس الحالي مجلس 18 تفائلنا فيه، وأنا من الناس اللي تفائلوا فيه صراحة بالبداية، لكن للأسف اليوم بعد 100 يوم نجد أداء الرقابية ركيكا، نجد أداء تشريعيا ركيكا للأسف. يعني يجوز يزعلوا السادة النواب، لكن صراحة يعني يوجد لما عندما نرصد عودة 4-5 قوانين خلال 100 يوم تعود إلى اللجان، يعني أداء تشريعي ركيك بسبب، وهذا يدل إن دل على شيء يدل على ضعف المطبخ التشريعي والمطبخ التشريعي وهي اللجان الدائمة النيابية. نعم. ويوجد عنا مشكلة أيضا في التكتلات، يعني شوف عنا مشكلة في التكتلات النيابية ضعيفة، لا يوجد اجتماعات للتكتلات وحركة نشطة للكتل النيابية منذ أن تم انتخاب المكتب الدائم ورئيس مجلس النواب. يوجد ضعف كما ذكرت تشريعي، ويوجد ضعف رقابي، يعني أداء نيابي ركيك. ماذا يفعل النواب إذا قدموا الأسئلة في جلسة رقابية وتم توجيه الأسئلة، كل نائب استمع إلى جواب الوزير واكتفى وانتهت القصة، علما أن السؤال النيابي مطلوب أن يغير شيء في الأداء الحكومي، إما تصويب واقعة، إما تصويب خطأ، إما الإشارة إلى خطأ معين، لكن هذا لم نجده في مجلس النواب. يوجد تراخي في متابعة الأسئلة، النواب أسئلتهم في تراخي في متابعة أسئلتهم، يعني تحويل إلى استجوابات لم يتجاوز 4 تقريبا، يعني والمعلن رسميا هو 1. اليوم مجلس النواب اصطدم بأكثر من موقف، اصطدم في قصة الكرك كما ذكر الدكتور، وهذا وضع على الدولة جميعا وليس على مجلس النواب، لكن يصطدم اليوم بقرارات تمس حياة المواطنين. المواطن عنده جيبته إذا انمست بيعتبر خط أحمر، لأنه هو لم يعد يحتمل المواطن الأردني أي مساس جديد للحكومة بجيبه في الفترة الحالية، ومجلس النواب لم يستطع وقف جماح الحكومة في هذا الجانب. أنا عشان ما أخذيك الجواب لحالك كله، إحنا بنحكي عن أداء ركيك رقابيا وركيك تشريعيا وحتى في التكتلات النيابية. أسمع أراء نواب بأدائهم في 100 يوم ثم نواصل الحوار. مجلس النواب 18 في الأردن جاء في أسوأ ظرف تاريخي على المستوى السياسي والاقتصادي والإقليمي والمحلي والوطني، ومع ذلك هناك إصرار واضح من السادة النواب على ممارسة دورهم الرقابي والتشريع
والتشريعي بكل قوة وبكل صراحة. أنا باعتقادي أول صدمة قابلناها هو أعطاء الثقة للحكومة حيث جاءت وأعطاء الثقة لمرة ثانية في قانون الموازنة اللي إحنا شاركنا بالزيادات حيث أن زيادة 450 مليون أقرتها الحكومة وإحنا صادقنا على الموازنة وكان يتوجب عدم إعطاء الثقة وعدم التصديق على القانون. فبالتالي لماذا نعيب على الحكومة وهي مدانة بعدم تكفل الدولة الطمأنينة؟ هل كفلت الدولة الطمأنينة؟ لا زيادة الرواتب لا متقاعدين ولا عسكريين وزادت الضرائب وزادت سلع ودارت 16% ضريبة مبيعات كل ذلك والتزمت في صندوق النقد الدولي كل هذا ما كان يتوجب. والآن نطلب جلسة كما تعلم جلسة لمكاشفة. طب ما احنا شاركنا في القرار بل بالعكس فإننا قد اقترحنا للأسف فقد اقترحنا ضرائب ورسوم على المواطنين. وهل سبق لمجالس النيابي أن تطلب اقتراحات بزيادة على المواطنين؟ هذا أمر مرعب في ظل ظروف صعبة في ظل اقتصاد صعب. أعتقد أنه للآن المجلس يسير بخطوات ثابتة إذا نظرنا إليه تشريعيا. هناك العديد من القوانين الهامة التي أقرت ناهيك عن أن هناك مشاريع قوانين أيضا لا زالت تناقش في اللجان. تميزت هذه الدورة عن غيرها من الدورات أيضا بأن هناك عدة جلسات رقابية. اليوم نتحدث عن كل جلسة أو جلسة بعد جلسة بحد أقصى هناك بند ما يستجد من أعمال وللحديث عن الظروف الطارئة التي نمر بها. هذا يخالف حديث الأستاذ محمد، لا في أداء ركيك ولا في تشريعيا ولا رقابيا، والتكاليف لا توضعها منيح والوضع التشريعي جيد ممتاز. هذا صحيح؟ أنا حكيت لك أداء بالنسبة للبرلمانيين أنت ما قبل سألتني عبارة عن نسبة، أنا قلت لك 60%. أنا ما أقدر أقول لك أداء الرقابي كيف كان؟ رقيق؟ أداء الرقابي سيدي خلنا أقول لك كانت في عدة عبارة عن جلسات رقابية، كان في 5 جلسات رقابية أعتقد هي كانت رئيسية، كان أهم جلستين هي جلسة أحداث الكرك والجلسة اللي هي كانت اللي في جلسة اللي كانت المفروض أنها أحداث الكرك كانت جلسة سرية وإحنا ما نعرف إيش صار فيها، الجلسة الأخيرة اللي مهمة كمان الجلسة الأخيرة المهمة ما هو حكيت لك كان في حتى أساس أنها تحول سرية ولكن أعتقد أنه كانت لازم تكون علنية. احنا صوتنا من الناس اللي صوتت انها تظل علنيه مشان الناس تكون عارفه شو اللي بصير الاحداث. هسه بدي ارجع لك على النقطه الاولى اللي حكيت انا ما سمعت الاخوان الزملاء والكل بيحكي عنها اللي هي موضوع اللي هو بالنسبه مثل الموازنه وعباره عن الاحداث اللي صارت في الكرك والثقه الموجوده في النواب بشكل عام. يعني في عده ثقه. انا سؤالي اليوم قبل اسمح لي. طيب اسمح تفضل. معلش معلش. نعم انت تحدثت انه جلستين رقابيات مهمات الاولى صحيح. لم لا نعلم كمواطنين وكاعلام ولو بتسريبات معينه ما عندنا توثيق فمشانك ما بنرتكز عليها طيب. لكن الجلسه الرقابيه الثانيه المتعلقه بالاسعار وتحدثت انه عندنا مشكله اقتصاديه تبعناها كلنا نعم. شو عملوا النواب في الجلسه الرقابيه الثانيه؟ هو صح كان لازم يصير بس باكتمال الجلسه انا اعتقد، بس الاحداث اللي كانت اللي هو رئيس مجلس الوزراء كان في خروج لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب كانوا اعتقد خارجين للقاء اللي هو كان في استقبال الرئيس اللبناني كان ماني غلطان. اعتقد هم وجودهم اللي كان كثير مهم خصوصا رئيس الوزراء لانه كان النقاش الرئيسي مع رئيس الوزراء لانه هو صاحب الولايه العامه، فلذلك لازم يكون موجود. انا بيني وبينك كنت حابب تظل هالجلسه موجوده ويصير في نقاش لانه بصراحه عارف اذا سجل حوالي يمكن 70 ل 80 نائب في الجلسه هاي. هسا بدك تسألني انه الاسعار صار فيها ارتفاع وصار في عباره عن ضغط، وانا معك صار في ارتفاع وصار في عباره عن ضغط على المواطنين وجوب المواطنين. بصراحه انا ما بلوم الناس لانه بصراحه الوضع الاقتصادي وضع صعب عندنا الان. راح تشوف هلا اراء المواطنين بعرف ما انا متاكد راح اورجيك اراء بس عشان ما اجي بس اسمع وجهه نظرك. يعني خلافا لما تحدثت لا ركاكة لا في الرقابة ولا في التشريع باستثناء رأي النائب صالح الحرموطي، والمجلس يسير بخطى جيدة نعم. إذا ما نظرنا إلى عدد إذا إلى عمره بداية وإلى نعم. تشكيلته زميل محمد يعني لا يعلم السادة المشاهدين يعني أنا أتحدث اليوم بموضوعية. السادة النواب من حقهم أن يدافعوا عن مجلسهم يعني مثل الأستاذ خالد البكار يدافع وهو نائب قديم ويعلم أن حقيقة الأمر أن مجلس النواب اليوم غير قادر على كبح جماح الحكومة. يعني التشاركية يبدو أن التشاركية التي تحدث عنها جلالة الملك تفهم خطأ من بعض النواب. التشاركية مع الحكومة ليست أن تدخل أنت مع الحكومة شريك مع الحكومة على المواطنين. يعني عندما نسمع تصريحات من السادة النواب الظرف صعب يبررون الأسعار. يعني أنا بتفاجئ أنه نواب يعني مجموعة من النواب بيطلعوا للإعلام وبدافعوا وبرروا رفع الأسعار. كل الأردنيين بيعرفوا وضع الأردن صعب لكن لا يوجد حل. هل اقتصرت الحلول الحكومية إلا على جيب المواطن؟ يعني اليوم لما تقول لي رئيس الوزراء 70% من السلع لن يمسها الرفع، ننظر اليوم الأسماك
كما ذكر وزير المالية وذكرها من باب النكتة في اللجنة المالية، والحلويات اليوم ترتفع، وكيلو الكنافة راح يصل لسبع دنانير، والجميد وتندر عليه اليوم الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، والعسل اليوم أحد استمعت إلى أحد تجار العسل ارتفعت ضريبة المبيعات من 0% إلى 16%، وهل هذه مواد هي ترف للمواطنين؟ يعني أسماك، حلويات، جميد، عسل، وضريبة الدخل تقول حلويات تم رفعها، وهذا لم يكن معلن عنه حقيقة. نعم. هذا نعم. غريب يعني. زميل محمد، كل 3 جداول خرجت من ضريبة الدخل، كل من لم يجد سلعة يعمل بها أو يبيعها في هذه الجداول فهي ارتفعت 16%. يعني احنا ليش ما بصرح المواطنين؟ ما انا لهيك ما بثق بالحكومه ولا بثق بالنواب. صحيح. تقول لي شكل وبشوف السعر. لا صح، في جلسه الموازنه وعند البند المتعلق ب 450 مليون النواب اعطوا ثقه. طبعا وافقوا عليه. صحيح. طب خلينا نحكي لك، خلينا نحكي لك عن الموضوع هذا. هذا يا سيدي كالتالي، احنا لما صار في اجتماع لما جت الموازنه، اول شيء الموازنه موازنه للدوله وليست للحكومه بشكل اساسي، اللي قدمتها الحكومه، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لما صار في نقاش على الموازنه صار في انت خلينا اوصل لك الفكره. تفضل. احنا ككتل، انا رئيس كتله، اول احنا اول مره رحنا اجتمعنا مع رئيس الوزراء وصار في نقاش على الموازنه. الموازنه احنا ممكن ان نرجح، ممكن تقول رجحها وهات لي موازنه ثانيه، بس راح يلف من هون وراح يجيب لك الموازنه نفسها. الارقام مش يعني الارقام ما فيها اختلاف عالي، صار في نقاش. انا اعتقد دوري الرقابي وعباره عن دوري تشريعي اني اشوف الموازنه واقراها واشوف وين النقاط الضعيفه اللي فيها، واقدر اني احاول اني اغير فيها قد ما اقدر، لانه في نقاط بصراحه فيها ضغط. جلاله الملك اعطى يعني اعطى اوامره للحكومه، وحتى كان في تصريحات ان كنواب انه عدم المساس في جيب المواطن، وانا مع الحكي هذا انه عدم المساس، وصار في اتفاقيات معينه مع الحكومه عباره عن عدم التقريب لجيب المواطن، وباحترامي للي صار صار في، انا متاكد وشايف وانتم شايفين انه صار في ضغط على جيب المواطن ونحن ضده تماما. لهيك مباشره بعد ما صار اقرار الموازنه عملنا انا حتى اطلعت عباره عن مذكره مشان ان نشوف عباره عن لجنه تسعير، لانه هذا ما اتفقنا عليه في احداث معينه، في نقاط عليه ما صار عليه اتفاق، فلذلك هذا الحكي لازم نرجع زي ما كنا على الاتفاقيات الاولى. هسه اذا صار في صار في تغيير بالتسعيره ترجعوا يا دكتور من هنا جايكم انت ايش وين نرجع وينكم ترجعوا للاسعار؟ الاسعار طلعت وهي ناس ترفع. طبعا اوكي سيدي، ما هو انت بدك احنا في البلد عشان نكون صريحين اللي بيطلع طيب. في البلد عمره ما نزل. صحيح. سيدي انت بدك اسمعني، بدك انت بدك تناقشه، هذا حكومي كمان. طيب. بدك تيجي وتناقشه وتحاول انك تسوي له كبت اقولتهم انك تخفض الضغط الموجود منه. هسه في عباره عن رفع، في رفع، انا ما بقول لك انه ما في رفع، ولكن الان في تلويح في خطوات اخرى. هسه في خطوات تصعيديه ضد الحكومه. هسه انت بتقول اول مره بدنا الحكومه النواب يا سيدي، النواب ممكن يصير في تصعيد ضد الحكومه. انت لك دقيقه انا اكملك، مش بتسالني خلينا اجاوبك انا. هسه النقاط الاساسيه انت بدي اقول لك بصير في عباره عن نقاش معه، بصير في عباره عن اساسيات اذا في مجال انه يغير. لهيك اقول لك شغله بالنسبه للثوره اللي صارت والضغط اللي صار الان، امبارح كان معك يمكن وزير الصناعه والتجاره، كان موجود حكى لك انه من هنا وغاد لن يتم رفع الا ماده نسب البنزين. اقول لك شغله والديزل. صار في اتفاقيات، تعرف صار في اتفاقيات وصار في عباره عن عده امور انه عدم الرفع في النقاط. نعم. هاي ولكن في عباره عن تجاوزات من الحكومه. بس احنا ماذا في لا جميد ولا العسل، هذا كله ما نذكر استاذ محمد، هذا ما كان مفروض يرفع. عندما تتحدث الحكومه عن رفع البنزين والسعود للبنزين، عندما يسمح مجلس النواب للحكومه بدل ان تعقد مؤتمرا صحفيا لرفع الاسعار على 3 جلسات، ياتي وزير الماليه والنواب ياتون بوزير الماليه في اللجنه الماليه ولجنه المتابعه التي تراسها النائب للصرا القيسي، التي لم تخرج بحرفا واحدا هذه اللجنه لمتابعه الاسعار وتوصيات النواب بالنسبه لقرارات الموازنه العامه، يعلن من مجلس النواب عن رفع الأسعار. يعني الحكومة أعلنت عن رفع الأسعار وأخذت الشرعية من النواب قبل التصويت على الموازنة. إجراءات تصعيدية؟ لا يوجد ما هي الإجراءات التصعيدية؟ ما بقول لك لا يوجد إجراءات تصعيدية أمام مجلس النواب إلا حجب الثقة عن رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي وحكومته بيقدروا؟ أو وزير المالية بيقدروا؟ وبعد المذكرة النيابية التي تحدث عنها النائب محمد الرياضي، وأنا قلت له لن يوقع معك أكثر من 15 نائب، وبالفعل اليوم لم يوقع معه أكثر من 7 نواب. يعني إحنا لا نريد خطابات شعبوية، على فكرة المواطنين ما بدهم خطابات ولا بدهم بيسمعوا يعني شو إعلامي أمام الكاميرات من بعض النواب، حتى وإن أعجب البعض. المواطن إذا أراد أن يحمي نفسه عليه أن يطالب مجلس النواب بأداء رقابيا تشريعيا منظما. نريد أن يكون هناك تنظيم وتعارض. طيب. ترتيب أوراق لمجلس النواب. طيب. طيب بعد الفاصل راح أسمع وجهة نظرك بكل ما أورد الأستاذ محمد. فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام. وقبل ما أسمع تعقيبك دكتور على كل ما أورد الأستاذ محمد حول الملف الاقتصادي، خلينا نشوف رأي المواطن اليوم بأداء مجلس النواب في 100 يوم. متابع سويت بالنسبة لنا يعني كشعب يعني ولا للبرلمان، شايفوا منهم لحد الآن ما عملوا أي شيء، ومش شايفين منهم أي شيء مبشر للخير صراحة. شايفهم ما بيأدوا الوظيفة المطلوبة منهم، بس إكمالة عدد يعني، بس اللهم قاعدين على كراسي لا بحلو ولا بربطوا. الحكومة اللي بدها إياه بتساوي. بالنسبة لمجلس النواب اللي طبق 100 يوم ما عمل أي شيء للشعب، أول شيء متقاعدين عسكريين ما زادوهم ولا الضمان الاجتماعي ولا أي شيء عملوا. حقيقة مجلس النواب الأردني الحالي لغاية الآن لم يحقق للمواطن أي شيء. السلع في ارتفاع، مستوى الدخل المواطن في انخفاض، لا يراعي الشريحة الفقيرة، الشريحة التي معظم المجتمع الأردني ينتمي وينتسب لها. المجتمع الأردني سابقا كان ثلاث طبقات، الآن طبقتين، طبقة كادحة، طبقة فقيرة وطبقة عليا. احنا انتخبناهم واخترنا منهم اللي احنا يعني شفناهم منهم كفء وكويسين، بس ما لاحظنا بعد ما انهم يعني بلشوا شغل انهم عملوا اشي او زبطوا اشي. احنا انتخبنا مجلس النواب على اساس انه يفيد الشعب، عدم مؤاخذ اسف على الكلمة هاي، يعني مجلس النواب كل نائب بأخذ 5000 اوكي راتب حقه ما اختلف، بس المواطن اذا بأخذ 200-250 بدي يدفع اجار دار 300 دينار عايش وش بدي لحق؟ يعني بتلاقي ثلاث شباب بيشتغلوا في البيت مش ملحقين. وين الحلول؟ وين حلول البطالة؟ بدنا نشوف حلول. يعني هذا الحكي من زمان، من أزل السنين واحنا مش لاقيين حلول. زي ما انت شايف يعني رفع اسعار الدخان البطاقات كل شيء عم بيرفع، يعني حتى 100 يوم هذول هي خلصوا وما استفدناش ولا شيء، يعني ولا في اي تغيير، كله للأسوأ. هذه إذن كانت آراء المواطنين حول أداء مجلس النواب في 100 يوم، وهيك الشارع بيقول صحيح، وهو الشارع، وأنتم صحيح. الأصل أن تكون صحيح. نبض الشارع نعم. تحت القبة أمام ممثلي الشارع نعم. اللي بيحكوا الناس هو حكي صحيح 100% بصراحة. في ضغط على الناس، في ضغط عالي، أنا ما بلومهم، مش بصراحة في سياسات معينة هي بتوصل آخر شيء لجيب المواطن، باحترام لجميع الضرائب. غالبية الضرائب الموجودة هي ضرائب جباية في اللحظة الأخيرة. أعتقد هي الضريبة الوحيدة الممكن أن يستفيد منها البلد هي ضريبة الدخل، ضريبة الدخل على الدخول العالية، يعني إذا في دخل عالي بتاخذ منك. أعتقد كل الحكي بالنسبة للشارع حكيهم صحيح، وأنا بطالب كمان من هون من المكان الضغط على الجميع باتجاه حتى النواب عبارة عن زملائي والموجودين بكل الكتل، بحيث إنه بصراحة لازم يكون في رأي عام للضغط على الحكومة للعودة عن قرارات معينة، ولازم عبارة عن توقيف لحظة معينة. أنا مع في نقطة معينة هي مثل البطالة، أنا سمعت واحد من الإخوان بيك على البطالة، مزبوط البطالة، وإحنا قاعدين بينه وبينك في شغل، يعني حتى أحد نقول الاقتراحات اللي كانت موجودة اللي هي بالنسبة للبطالة العمل الوافدة، العمل الوافدة كانت تتسرب عن طريق الزراعة، كانت عن طريق الزراعة، يعني أنت الناس بيدفعوا 400 دينار بالزراعة بيدفعوا حول أرقام بسيطة 50-60 دينار أو شيء زي هيك، الآن كله ارتفع صار 500 دينار، بحيث إنه يصير في عبارة عن توازن للجميع، بحيث إنه إنك تخفف من البطالة من الناس الوافدين، يعني تخفف من الناس الوافدين بحيث إنك تحسن الناس الموجودين، وبحيث إنه يصير في عمل للناس مثل فرص عمل من خلال فرص عمل، لأنه بصراحة في ضغط. أنا مع اللي بيحكوا الناس وأنا 100% معهم، وأعتقد إنه لازم يكون في كمان أداء أقوى من هيك. أنا مع لك، أنا أول ما سألتني لما قلت لك 60% الأداء، فلذلك في 40% أعتقد إنه لازم يصير في تصحيح وعمل للأمام. مركز الدراسات 24% من الأردنيين راضون على أداء مجلس النواب، عشان نكون أكثر واقعية وحتى ما يظهر الأمر وكأنه نهاجم المجلس 18 وحده، هذه تراكمات صحيح. الأردنيين صحيح. اليوم ما عندهم قناعة صحيح. بأداء مجالس النواب بعموم صحيح. وهذا المجلس يعني يحمل تركة صحيح كبير، يعني مجلس النواب هو يحمل تركة للمجالس النيابية السابقة، وهي الثقة، عدم الثقة أو فجوة الثقة هي بسبب أداء متراكم للمجالس الأخيرة. لكن اليوم مجلس النواب، يعني عندما الحكومة ومجلس النواب يطالبون المواطنين بالصبر ومن باب الوطنية والاصطفاف مع الوطن، من الوطنية أن تعمل الحكومة ويعمل مجلس النواب على إيجاد حلول وإيجاد إجراءات فعلا تبتعد عن جيب المواطنين. يا أخي ما اقتصرت الحلول، يعني الفريق الاقتصادي بالحكومة واللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ألا تجتمع وتتشارك من أجل إيجاد حلول غير حلول اللجوء لجيب المواطنين؟ طب ليش موجودين؟ ما هو إحنا من الوطنية أن تعمل الحكومة والنواب أن يعملوا من أجل إيجاد إجراءات
فعلا حقيقية للابتعاد عن جيوب المواطنين. وللعلم عندما تقل النفقات الرأسمالية في أي موازنة هي عبارة عن تعطيل عجلة الاقتصاد. وبعدين على فكرة يعني إذا كان يعتقد مجلس النواب والحكومة أن الجباية تصلح اقتصادا هذا بعيد عن كل المنطق. لأن بعيد عن كل النظريات الاقتصادية. نعم. هذا هاي نظرية بعيد عن الواقع. الجباية يعني تهد وتنخر الاقتصاد الوطني، عجلة الاقتصاد تتعطل وهي عصف الدوليب، لأنه أنت على المدى البعيد القدرة الشرائية للمواطنين بتخف تضعف، فالقطاعات بتوقع. إحنا اليوم بدنا مجلس نواب رشيق نشيط يقترح ويقدم ويبادر، لكن ليس يبادر بالضرائب كما اقترح بعض النواب. احنا ما بدي اياك تبادر تقول الحكومه لا والله لا ترفع الانترنت ترفعي مش عارف شو ضرائب. انا ما بقول لك ارفع ضرائب يا زلمه، قدم لي حلول. هذا يعني لهيك نقول المطبخ التشريعي مهم، لانه لما بس لكن لما اجد المطبخ التشريعي بيحضر من بقطعوا بعض على الانتخابات اللجان النواب، وبتيجي بعد 100 يوم بتلقى اللي بيحضروا ست. هذا انا متفائل بعض اللجان بيحضر ست نواب من 11. طب انت الحكومه ما بتقدم لك اعفاء طبي، ها بطلوها، ولا تعيين ولا خدمات، شو بتركز على الشارع؟ لويش تغيب عن مجلس النواب؟ كل جلسه يغيب 30 نائب، يعني الحضور اقل من 90 فما دون. ويوجد نواب من الذين خطبوا خطابات رنانه تحت القبه في الموازنه وفي الثقه، بس يجي هذا اذا حضر بيمسك التليفون طول. انا يعني احنا بنرصدهم كاعلاميين طول النهار طول الجلسه هو بيلعب بالتليفون. هذول من اللي بيخطبوا خطابات رنانه لا والله ما بيشاركوا لا بتشريع ولا برقابه. وانا كمان ضد اللي كمان بده يطعطع على الفاضي بس عشان والله المواقع والصحف تكتب والله فلان قال. العمل تنظيمي، العمل ليس بالطعطع كما تقال بالعاميه، العمل بالتنظيم في كتل بدها تشتغل. احنا بنقول لكتله الاصلاح حتى اللي هي جاءت تعتبر حالها من منظومه سياسيه، كتله الاصلاح اليوم صحيت، امبارح صحيت بعد الجلسه ما فشلت بتطلع بيان. ليش ما اشتغلوا على الموضوع من يوم بأعلن وزير المالية في اللجنة المالية قبل إرسال الموازنة إلى القبة؟ طيب يعني بدي تردوا يعني احنا كمان هاي ملاحظة مهمة. نعم. نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. طيب. هذا دائما صحيح. الواقع صحيح. اليوم وهي مشكلة صراحة اللي بحكي بصراحة. انت عندك 130 نائب، عندك 130 نائب اجوا بمفرزات مختلفة، في ناس طلع عشائري، في ناس طلع حزبي، في ناس طلع تكتلات، في ناس طلع بغض النظر شو اللي صار. هذول الناس مثل 130 نائب انت بعمرات ما بدير تركبهم على كيفك، يعني هذول هم ممثلين للشعب. يعني كان في اقتراح يوم الايام انه النواب يكونوا اقل شيء بخلص بكالوريوس. تعرف مين اعترضوا؟ الناس اللي ما بيعرف يقرا ويكتب. قال لك يا سيدي انا بدي حدا كمان يمثلني. فانت عذرا للكلمه اجى 10000 واحد ذكي اختاروا نائب ذكي، في عندك 10000 واحد بسيط اختاروا نائب بسيط، في عندك 10000 واحد ضعيف وسوري اختاروا نائب ضعيف. انت في النهايه ما تقدر تقيمهم كلهم من 130. انت عادي بالنسبه للمجلس، انا عذرا بوجهه نظري في عباره عن نسبه معينه ونسبه مش عاليه هم الفاعلين، هم الفاعلين في المجلس. لكن دكتور الاغلبيه متعلمه، الاغلبيه في مجلس النواب متعلمه، تعليم عالي. التعليم ليس له علاقه في بدي اقول نائب اداء. محمد يعني محمد دكتور اذا النائب جاء الى مجلس النواب ويريد ان يدرس النظام الداخلي والدستور بس يصير نائب، يعني متى يدرسه؟ معناته مو متابع سياسه. فلوش يجي مجلس النواب؟ ما درسوش يا محمد. اذا هو مو سياسي لوش يجي مجلس النواب؟ في ناس ما درسوا يا محمد. هذا مكان سياسي ومكان منصب تشريعي رقابي. طيب. طبعا اساس عمله واساس بس هالنقطه. طول عمرهم النواب اللي بتابع شغل النواب المجالس الماضيه طول عمرهم بيقولوا بس لو نخليه تشريعي رقابي، والله احنا مو هالكنا غير هالخدمات. خدمات مضى من ايام الدكتور عبد الله نصور قطع على الخدمات. صح صح. ما له حجه الان ترى مجلس النواب انت ملاحظ دكتور تشريع رقابي. وين التشريع الرقابي يا سيدي؟ ما انا بدي اجاوبك، بدي اقول لك عدد بدي اجاوبك، حكيت لك عدد النواب مختلفين. انت مش كل الناس بيعرف يشرع يا ناس، يعني في النهايه عارف ما في لجان يا دكتور. جايك على اللجان، جايك على اللجان يا ابن الحلال. خلينا اجاوبك على اللجان. والله يقول صراحه دكتور كيف وضع اللجان عندكم؟ والله وضع اللجان مش كثير كويس. ها انا اول واحد طيب قوانين تعاد زميلي اسمعني انا محمد اربع قوانين تعاد من القبه الى اللجان بسبب اخطاء لغويه، بسبب اخطاء قانونيه، بسبب اخطاء. انا مش جاي ادافع عن مثل المجلس يا ناس، انا جاي هنا مش اني بدي ادافع المجلس كله. انت عندك في اللجان في عندنا اخطاء كثير موجود في المجلس، في عندنا ضعف موجود في المجلس، هذا شيء طبيعي وهذا انا موجود وقاعد بشوفه. هسه انت بدك تحسن الاداء، لكن انا قلت لك اللي بعدهم احنا مسميه في الطب اماتشور، بعدهم مش ناضجين سياسيا. انت بتشوف احنا 74 نائب بعدهم جداد عذرا للكلمه بخربطوا منين يفوتوا. بعد مرات يعني بصير في إساءات معينة بسبب عبارة عن سذاجة. بدك الصح أقول لك واحد من النقاط لما رحنا في خطاب رد العرش، خطاب رد المجلس النواب على خطبة العرش. رحنا عن جلالة الملك أجو فألقى عارف الطراوني اللي هو رئيس المجلس ألقى اللي هو الرد. فبعد ما خلصوا قدام اللي قاعد النواب يزقفوا
يعني حتى الملك اطلع وصار يضحك وصار يزقف معنا يعني مع الناس اللي زقف. من هنا بدي اقول لك يا ابن الحلال ما بقول لك شايف وين الخطا يعني بدك الصحه اللي انا ممكن اني اقترحه انه اي مجلس جديد خصوصا نواب جداد لازم يصير لهم عباره عن دوره يتعلموا من الدستور ويقروا النظام الداخلي. انا معك في النقطه هاي الدوره مين منها الدوره سويها بالنسبه للامان العام في المجلس تجيبهم وتقريهم الدستور والنظام الداخلي. مش كل النواب بيعرفوا الدستور والنظام الداخلي. اذا الواحد ما تعب على حاله ما هو النائب اذا ما تعب على حاله والله معك حاب يعمل هذا انا ما بدافع عنهم يا انا بدي نمره بس اخذ نمره واقول والله انا سعاده النائب انا ماني مدافع عنه انا معك انا معك في النقطه انا مش مناقش معك وانا بقول لكم يا ناس لازم يصير في تثقيف للنائب. بعدين اللي بدي احكي قديش النواب الفاعلين اليوم في مجلس النواب ما بتجاوز 30 نائب تحت القبه والله ما بيحكوا كل مره 20 نائب اللي باستمرار اقل 30 سيدي خليهم 30 30 من حضور 30 8 نعم. 7 5 30 هم الفاعلين الموجودين في المجلس ومحمد بلاحظ انه موجود معنا دائما في المجلس. بس بدي احكي شغله كمان انا اعتقد عتبي على الحكومه بشكل كبير. عارف وين عتبي على الحكومه؟ يعني احنا الان كمجلس النواب محطوطين عباره عن ساندويشه بصراحه. احنا الشعب بيضغط من تحت والهاي من فوق وبس. هاي نقطه. النقطه الثانيه بدك تصلح شو المشكله بالحكومه؟ احنا في عندنا الحكومه في عباره عن ليفل مستويات. الحكومه عايشه بليفل والناس بليفل وفي فراغ في النص. الفراغ في النص هذا المشكلة الكبيرة. يعني احنا حتى من طالب دائما انا اقعد كل ما اقعد مع وزير وكل ما اقعد مع رئيس الحكومة كل ما يصير في نقاش هذا الفراغ لازم يتسكر لازم يصير في عندك ثقة. اعتقد المشكلة الرئيسية بين الحكومة وبين الناس وحتى احنا دخلنا في النص في الموضوع انه ثقة. ما في ثقة. يعني اقول لك شغلي الناس كل الحكوا ما قبل شوي حكوا مشكلتهم بالثقة. ما في ثقة بين المواطن بالحكومة. عارف ليش؟ لانه صار له سلاف 20 30 سنة مش في الموقع بحد ذاته ولا في محمد ولا في ابراهيم ولا في محمد. المشكلة الرئيسية بالثقة. بس ما في ثقة بين الناس صح صح. يعني بدي اقول لك نستعيد هالثقة محمد. انا هيك اول ما جيت على المجلس انتوا تحدثتوا قلت له بدنا نستعيد هيبة المجلس ونستعيد ثقة الناس بالمجلس و يا عمي هذا الحكي الشعارات ما بنفع. متفائل انت ان المجلس انا كنت متفائل قبل ما يبدا قبل ما يتم اليوم التركيبه اليوم غير متفائل نهائيا للاداء الموجود. يعني انا اللي يعلم النواب يعني الساده النواب انا ما بدي اعلم عليهم يعني هم اخبر مني بس انا بدي اقول له شغله. قوه مجلس النواب قوه للدوله. اذا مجلس النواب تشريعه صح ونوعيه التشريع صحيحه هذا بيخدم الدوله. هذا اذا هم بدهم همهم الدوله. اذا الرقابه كانت قوية بتخلي المسؤول بعد للمليون قبل ما يتخذ القرار وما بيقولوا له والله ارتعب. هذا المسؤول اللي بيرتعب من الرقابة هذا معناته كاين بده ينوي يصير فاسد بده يساوي قرارات فاسدة بالقانون. فلهيك خايف من النواب بتراجع للقرارات. بس المسؤول النظيف بيقول لك بيفتح أبوابه أدراجه لمجلس النواب لما صحيح. يعرف أنه مجلس صحيح. النواب رقيب صحيح محمد بعد للمليون قبل ما يتخذ القرار. أنت متفائل يا دكتور اسمح لي دكتور متفائل أنه مجلس النواب اليوم بعد 100 يوم قادر على استعادة ثقة الشارع الأردني واحد قادر على تحسين أدائه لأنك أنت قلت 60% يعني يا دوب ما عدينا 100 يعني. يوم مش صعب أنك تحدد فيهن 100 يوم لأن عذرا للكلمة أول سنة أصلا من 4 سنين أول سنة يعني أعتقد اللي بصير الأداء النيابي أقوى بعد حتى أول سنة زي ما قلت أنا في البداية بعده ما في عبارة عن نضوج سياسي. قلت لك في أحداث معينة بعدهم في ناس أنا متأكد في مجموعة معينة منه بدون ذكر عبارة عن نسب وأرقام ولكن بعدهم ما قروا هذا الكتاب اللي هو الرئيسي تبعنا. إحنا الموجود عندنا هذا الكتاب فلذلك ما تقدر تعطيهم. النواب القدامى 56 نائب للأسف كثير من النواب تراجع أدائهم للصفر. طب أسألك سؤال القدامة. محمد مثل النواب القدامى أحكي لك النواب القدامى باحترامي للجميع النواب القدامى مين هم غالبيتهم؟ هم نواب خدماتيين باحترامي للجميع صح مش احنا من طالب دقيقه لا لا محمد لا اقول لك شغله باحترامي احنا من طالب كشعب الان بقول لك انا بدي تشريع بدي سلطه لو صير انتخابات ال50 وال60 بدهم يرجعوا مره ثانيه رجعوا خدماتين اقول لك في نائب من النواب بدون ذكر اسماء شو قال؟ قال انا لفيت كل دوائر الانتخابيه ما واحد سالني شو برنامجك الانتخابي واحد اخر شيء سالني قال لي شو برنامجك قلت له اقول لك انا بديش اصوت فيه اصلا حضرنا لك فاهم علي. فلذلك إذا بدك ترجع مرة ثانية كنائب بدك عبارة عن خدماتي هسا أنت بدك توازن بين النقطتين بحيث تطلع على النقطة الأساسية. يا دكتور محمد ما أرجوك أرجوك اسمعني بدي أقول لك على الخدمات هي اللي بتسولف عنها. أنا عارف إنه ما في خدمات طيب. بس بقول لك أنت أنا بقول لك هذول النواب اللي بيرجعوا اللي بتحكي عنهم 56 هذول النواب خدماتي اللي رجعوا. طيب ما بدنا نعمم حتى تكون الأمور واضحة وكل احترام لكل من تم ذكره اليوم وشكرا لكم ضيوف الكرام شرفتوني جدا بحضوركم شكرا جزيلا لكم. إلى هنا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم وإليكم فالأردني رؤية. تصبحون على خير. شكرا دكتور.